افتتحت مساء أمس أمينة الدولة في التربية الوطنية أعمال الورشة الفنية التي نظمت لصالح خبراء المناهج التعليمية العربية لغير الناطقين بها. جرت المناسبة ببيت المرأة التشادية فاطمة داود اللي حامر للمرة الثانية. اللغة هي الأداة الأقوى للتواصل والتعبير عن الذات، وهي وسيلة لتكوين الأجيال الناشئة فكريا وقيميا وسلوكيا على ضوء أحدث المقاربات التربوية. من هنا انبثقت هذه الورشة لفائدة مسؤولي مناهج التعليم العربي ومؤلفي كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دول وسط وغرب إفريقيا، والتي نظمت من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية الإسسكو بالتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ووزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. أثناء هذه المناسبة قدم مدير المركز التربوي الإقليمي بتشاد علي محمد قمر كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة من خارج البلاد، كما تناول ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية التحديات التي تواجهها اللغة العربية نظرا لقلة المناهج الموحدة. من ناحيته مستشار المدير العام بالمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية الدكتور محمد بريش تناول الدور الفعال الذي تقوم به المنظمة في هذا الخصوص. وجدير بالمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية التي انتدبت نفسها لدعم المشروعات الهادفة والمبادرات المتميزة للنهوض باللغة العربية وفق أحدث الطرق وأرقى السبل أن تعنى بوضع مناهج التعليم العربي. أمينة الدولة في التربية بونيو بيرفيلين قالت بأن هذه الورشة نظمت خصيصاً للمعلمين المثقفين باللغة العربية، مما يسهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم التربوية في إعداد وإصدار كتب تنتفع به الأجيال القادمة. وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات شكر وتقدير لمنظمي هذه الورشة والتي كانت الأولى من نوعها، ويشارك فيها عدد من معلمي دول وسط وغرب إفريقيا.